بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الغريب في أمر هؤلاء كونوا ربي بعث لهم القرآن نبذوه وقاتلوا وقتلوا وتآمروا على الرعي الأول من المسلمين وإمام محمد عليه الصلاة والسلام. تجد تقول اللي ذكر في هذه السورة القصيرة هي مكية النزول بعد نزول سورة القيامة، هذا زيركسيون. يقول مولانا من جملة ما قالوا لعلهم يتعظون ويخشون ربهم ويتجنبوا المصير الحالك اللي ينتظرهم، قال إن عليه موصدة أي مغلقة، ما عندك من تهرب، حتى لو هربت عندك اللي يخلي جنة مغلقة اللي يرجعوك إلى أتحس مما كنت فيه. في عمد ممددة، عمد يعني كما تقول أنت حواجز ممددة على ما حول جنة، والله أعلم كيفاش تفسروا غيرنا. على كل حال مش شيء بسيط استنى بيكم، اتقوا الله يا ناس ما تلزوش، هذا ربي يقول فلما أغضبونا انتقمنا منه، فلما آسبونا القرآن جاء بصيغة آسبونا، أي انتقم أغضبونا انتقمنا منه، ولهذا أمامكم انتقام ولا سلام، وحن نسعوكم باش تتوجهوا نحو أسباب السلام والسلام علينا ونحن أمة سلام. خذوا منا يرحمكم الله، لأن الدين النصيحة، لأن الدين النصيحة كما قال قائدنا المعظم عليه الصلاة والسلام.